سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مدينة عين التركي مدينة جميلة، كاع المنطقة هذه جميلة، كاع جميلة، الجبال، شوفوا المناظر الخلابة ربي سبحانه. والله أنتم محظوظون أنكم عايشين في هذه المنطقة، الكليمة هايل. تحبوا المنطقة هذه يا أخي؟ الله يبارك. ما معمو يزيد يحبها. زيادة على أنها منطقة جميلة، هذه البلاصة هذه وهذه المنطقة كامل كذلك شهدت معارك، كفاح مسلح، ثوار، مجاهدين، شهداء ربي يرحمهم. إذن أحبائي لازم دائما نترحموا على شهدائنا اللي بفضلهم رانا عايشين معززين مكرمين. يا أحبائي، عمو يزيد فرحان بزاف اللي راهو هنا في مدينة عين التركي. والله صدقوني صدقوني، هذا الأسبوع كامل وأنا نفكر يا ربي إن شاء الله ما تكونش الشتاء، يا ربي إن شاء الله ما تكونش الشتاء، وربي سبحانه ما فيه غير الخير، وفقنا اليوم باش نتلاقاو. إذن هذا الحفل تحت إشراف السيد والي ولاية عين الدفلة من تنظيم قطاع الثقافة على رأسه مديرية الثقافة، برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول اللي بفضلهم كامل رانا هنا اليوم. انا نقول لكم بلي تربيه النشء هي مسؤوليه الجميع، اذا لازم نديروا اليد في اليد باش نربي ولادنا كامل. احبائي، بعد يومين كاين يوم عالمي مهم جدا. الامم المتحده دارت هذا اليوم العالمي اللي هو 29 نوفمبر، يوم عالمي مهم حنا يهمنا كمجتمع مسلم ومجتمع مضاد للاضطهاد. احنا نحب كل الشعوب مستقلة وكل الشعوب قائمة على نفسها. اذا كاين يوم عالمي دارته الامم المتحدة هو يوم 29 نوفمبر. واش هو هذا اليوم العالمي؟ احنا يهمنا بزاف هذا اليوم العالمي. شكون اللي يقدر يقول لي؟ شوف الشاطر هذاك، شوف الشاطر هذاك. واسمك وليدي؟ واسمك؟ بن عبد الملك جهاد. جهاد، الله يبارك وليدي. شحال في عمرك جهاد؟ 10 سنين. 10 سنين شاطر في الدراسة. هو اليوم العالمي لي؟ السلم. لي؟ السلم. السلم؟ لا 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 لا، اليوم العالمي للسلم ولا اليوم العالمي للسلام؟ مازال
ولكن يوم 29 نوفمبر هو يوم عالمي مهم جدا. شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ بركاني مريم. مريم، شحال في عمرك مريم؟ 11 سنة. واش هو هذا اليوم العالمي؟ عيد الشجرة. لا لا، عيد الشجرة 21 مارس، 29 نوفمبر يوم عالمي خاص ب، فهمتكم، خاص بالشعوب المضطهدة، خاص بالشعوب المستعمرة، خاص بالشعوب الغير قائمة بنفسها. ما عندناش بزاف على الشعوب اللي نساندوهم، ولكن الجزائر تساند كاع الشعوب المضطهدة والشعوب الغير قائمة بأنفسها. احنا مع حرية الجميع. يلا اعطوا له الميكرو للشاطر هذا، يلا خلاص. سبتوها معلش. فلسطين. ولكن واش هو اليوم العالمي؟ تا 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 تا، لازم جملة مفيدة وكاملة. معلش اعطي الميكرو منا. واسمك؟ ملك. ملك، شحال في عمرك ملك؟ 10 سنين. اليوم العالمي لي؟ تضامن. مع من؟ راكم تجيبوا غير نص تاع الإجابة. تضامن مع شكون؟ من؟ لا لا، اللي يكونوا منا ما عندهمش حق في الإجابة، لازم ملهيك، لازم ملهيك. يلا أحبائي خلاص، وبنجي ندو الجواب تاعو. تضامن مع، لازم. يلا عاود اعطيلو، عاود اعطيلو، لأنه هو اللي صاب الكلمة، الكلمة كلمة السر. واسمك وليدي؟ واسمك؟ فراس. واسمك؟ فراس. فراس، الله يبارك. شحال في عمرك فراس؟ 5 سنين. 5 سنين وشاطر هكذا. شكون اللي قال لك الجواب؟ ماما. ماما، الله يبارك. هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الشعب الفلسطيني. ألف معلش، تعال جيبوه جيبوه جيبوه، تعال. هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يا أحبائي. على بالكم باللي الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. احنا كجزائريين ما نحبوش قال الاضطهاد، ما نحبوش الحقرة، نحبو الشعوب تقوم على أنفسها، يعني الشعب هو اللي قرر مصيره. إذا احنا مع فلسطين لتقرير مصيرها والاستقلالها. واسمك؟ فراس. ماما هي اللي قتلك؟ ايه. الله يبارك، اعطيه الهدية تاعو. الهدية مش عافلة ليه ولا الماما. يلا يلا فراس، شكرا شكرا فراس. رامي راعي برنامج مع مو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها ويقدر يبقى معنا. خلي فراس معنا. شكرا. العفو، شاطر شاطر شاطر، شكرا. أحبائي، مدام مدام رانا في هذا اليوم العالمي، على بالكم حصة مع عمو يزيد اللي راح تمر اليوم على 5 تتكلم على هذا الموضوع، تتكلم على عدة أيام عالمية وتتكلم على هذا اليوم، حصة مع عمو يزيد. والأغنية اللي راح نغنيها في الحصة اليوم هي تقديرا لكفاح هذا الشعب. الأغنية نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. تغنوا كاع معايا ساعدني ساعدني محتاج لك. يلا ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ
أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. شكرا شكرا شكرا. كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي أحبائي، فعل الخير مهم جدا، ولكن يا أحبائي مش شرط أن الخير يكون دائما عمل مادي، مش شرط أنك تمد الدراهم. الخير ممكن يكون ممكن يكون ابتسامة، ابتسامة في الوجه يا أحبائي. الخير مش شرط أنك تمد مال، ابتسامة، زيارة مريض، زيارة الأقارب. معليش عندك جارك كبير ترفد معه القضيان، توصل واحد المكان يكون تائه يا أحبائي. عمو يزيد كان يتكلم معكم على فعل الخير. فعل الخير، عمو يزيد دار أغنية، أغنية الخير، نقول فيها: إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. وأما اليتيمة وأما السائلة فلا تنهر. إذن أحبائي، لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. صفحة 10، قاعد تجبدوا الكتب وتقرأوا معايا وتغنوا معايا الأغنية صفحة 10. يلا كامل. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له
ولا تقلق فالبسمة في وجهي زرقاء. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 أحبائي. شكرا أحبائي. فعل الخير، فعل الخير من قيم، من قيم الجزائري، من قيم المسلم. واش كنا مقبلة؟ أما السائلة شكولي يقول لي هذه الآية من أي سورة؟ من أي سورة؟ تعال صديقي أعطي الشطرة هذه، أعطي لها هذه، أعطي الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ فريال. ما تزعفيش ما تزعفيش فريال. شحال في عمرك فريال؟ 13 سنة. 13 سنة. من أي سورة هذه الآية؟ الضحى. الضحى. ورقم الآية؟ آية والله من 10. 10. معليش تعالي فريال أرواحي، يلا طلعوا فريال. وشكون اللي يعرف رقم الآية؟ أعطيهم الميكرو لهذيك الشاطرة هذيك. واسمك بنتي؟ جيهان. شحال في عمرك؟ 12 سنة. شحال؟ 12 سنة. رقم الآية؟ 6. شحال؟ 6. 6؟ لا 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 معليش. تعالي تعالي بنتي أروحي. معليش أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا شكرا. إذا فريال بنتي شيفس مهبول راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها إن شاء الله. العفو العفو. خلي فريال تبقى معنا، اروحي منا فريال قاي معنا هنا. معليش معليش انا راح نجاوب على السؤال هذا. يلا اخر محاوله. شوف الشاطر هذا تيتي، شوف هذا هذا هذا، شوفنا الشاطر هذا. واسمك ولدي؟ ادريس. إدريس. شحال في عمرك إدريس؟ 12 سنة. رقم الآية؟ 5. لا 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 خلاص. 25. لا 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 الآية رقم 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 لا لا رقم لا لا خلاص 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 رقم 9. الآية رقم 9 من سورة الضحى أحبائي. أما السائلة فلا تنهر، صدق الله العظيم. يا أحبائي على بالكم باللي في هذه الدنيا هذه الإنسان، الإنسان هو هو اللي يحدد طريقة تعامله مع الناس. لازم تكون عندك حاجة في بالك دائما أنه لازم تعامل الناس كما تحبهم هما يعاملوك. إلا حبيتهم يحترموك لازم تحترم الناس. إلا حبيتهم ما يقاطعوكش كي تهدر لازم ما تقاطعش الناس. إلا حبيتهم يلقيوا عليك السلام لازم تلقي السلام. يا أحبائي معاملة الناس مهم جدا، الدين المعاملة. يا أحبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف ربي سبحانه قال له إنك لعلى خلق عظيم. يا أحبائي الأخلاق الأخلاق ثم الأخلاق. يا أخي هذا وعد، هذا وعد، هذا وعد. الأخلاق يا أحبائي الأخلاق. وش رأيكم دركا؟ أعطيني الكتاب نخير لهم أغنية أنا. الاحترام مليحة. يلا معلش أصدقائنا قالوا لكم الاحترام
صفحة تسعة، صفحة تسعة. هذه الأغنية والله العظيم غير عمو يزيد من بين الأغاني اللي يعتز بها جدا. علاش؟ لأنه حوار بين الوالد ولا الوالدة والطفل، يقول له، لأنه الطفل بالمرات في حيرة من أمره ما يعرفش، يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. احنا في بالنا دائما في بالنا أن الطفل يعرف، واش يقول له الوالد نتاعو كي يدير حاجة؟ يا أخي قلت لك ما تديرش هكذا، هو في عمره 4 سنين، وقتاش قال له؟ نحكي لكم واحد الحكاية دائما نحكيها. أنا كنت صغير في عمري 4 سنين، كنا نتجولوا مع الأهل، مع الوالدة والوالد ربي يحفظهم إن شاء الله، كنا نتجولوا، وكان الغاشي بزاف في رمضان في الليل عندها بزاف، كان في عمري 4 سنين، سنة 1974، باش تعرفوا عمر عمو يزيد. كنا نتجولوا هكذا، ومن بعد أنا تودرت تبحرت، وقعدت نجري 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 هكذا، ونبكي نبكي في عمري 4 سنين خايف. ومن بعد كي حكمني واحد الراجل قال لي واش بيك واش بيك وليدي، قلت له انا تبحرت، قال لي قعد هنا. قعدت ومن بعد شفت والديا جايزين فايتين هكذا، قلت له هم ليك. ومن بعد جا واش يدير الوالد نتاعي كوم تو بير؟ لا ما شكرو ما والو، كوم تو بير كي سي ريسبكت، عطى لي لافيسي. واش قال لي؟ قال لي يا اخي قلت لك كي تتبحر قعد في بلاستيك. وانا في عمري 4 سنين قعدت نتساءل مع نفسي، وقتاش قلت لنا في عمري 4 سنين؟ إذن أحبائي الأولياء مهم جدا أنكم تعلموا ولادكم. يا أخي الوالدة واش تقول لولدها كي يمس النار أول مرة؟ يا أخي قلت لك سخونة، ما على بالوش، ما يعرفش. إذن لازم إحنا مسؤوليتنا أننا نربي ولادنا، نهضروا معاهم. الطفل لما تقول له لازم تدخل بكري راح يدخل بكري، لما تقول له ما تكذبش راح ما يكذبش، لما تقول له لازم تحترم الناس راح يحترم الناس. ولكن إلا ما قتلوش خليت الزنقة هي اللي تربيه، على بالكم تربية الزنقة كيفاش؟ إذن أحبائي يا أولياء هذه أمانة، نربي ولادنا لازم نهضروا معهم. لذا درت هذه الأغنية. هذا الطفل يقول باباه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. واش يقول له باباه؟ لما تخرج من بيتك، أي صفحة؟ صفحة 9. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. بعد يقول له هيا وقر هذا صغير، دين وصى وسنة، وتحل بالاحترام رجلا يكبرك سنة. بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. وش يقول له؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ولدنا إلا قلنا له كي تدخل الحانوت لازم تلقي السلام راح يلقي السلام، إلا قلنا له لازم ما تتعجلش في طلب الشيء وتنتظر دورك راح يتعلم. وفي الأخير واش نقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يقول له واش يقول له؟ لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي تغنوا كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقف
كثير هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا شكرا 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 أحبائي الاحترام ثم الاحترام مهم جدا 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 يا أخي تحبوا المدرسة تحبوا العلم بالعلم ترقى الأمم اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي اطلب العلم ولو في الصين العلم نور والجهل ظلام واش رايكم أحبائي عمو يزيد دار أغنية العلم والجهل العلم والجهل حوار العلم يتكلم مع الجهل صفحة 7 يلا يقول له يا جهل من هم أصحابك أخبرني قل لي لا أدري من بالمعارف يستحي متكبر تاه في كباري يا طالب العلم تعالى فالعلم بحر ممدود فاختره في الدنيا دربا والجهل درب مسدود يا أحبائي العلم مهم العلم والجهل عدوان لا يلتقيان إذن العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان يلا تغنوا كامل معايا العلم والجهل عدوان يلا معايا العلم والجهل عدوان العلم والجهل عدوان العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان العلم والجهل عدوان العلم والجهل عدوان العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان العلم يسأل ويجيب الجهل عن كل سؤال هل أنت خير أم علم يشدو في كل الأحوال العلم يسأل ويجيب الجهل عن كل سؤال هل أنت خير أم علم يشدو في كل الأحوال العلم والجهل عدوان العلم والجهل عدوان العلم نور وضياء والجهل الإنسان العلم أنت لو تدري إني لدي أصحابي فصديق ظل في دربي وصديق دق أبوابي
تدري إني لدي أصحابي فصديق ظل في دربي وصديق دق أبوابي العلم والجهل عدوان العلم والجهل عدوان العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان يا جهل من هم أصحابه أخبرني قل لي لا أدري من بالمعارف مستحيل متكبر تاه في كباري يا جهل من هم أصحابه أخبرني قل لي لا أدري من بالمعارف مستحيل متكبر تاه في كباري العلم والجهل عدوان العلم والجهل عدوان العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان يا طالب العلم تعالى فالعلم بحر ممدود فاختره في الدنيا دربا والجهل درب مسدود يا طالب العلم تعالى فالعلم بحر ممدود فاختره في الدنيا دربا والجهل درب مسدود أحبائي يا طالب العلم تعالى فالعلم بحر ممدود فاختره في الدنيا دربا والجهل درب مسدود أحبائي العلم نور والجهل ظلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد بسم الله أشكركم على المناسبة هذه المناسبة بحضور عمو يزيد هذا الحفل أشكر عمو يزيد اللي جل هنا بحضوره هنا لولاية عين دفلة بلدية عين تركي نشكر عمو يزيد اللي جاء عين دفلة نشكر عمو يزيد على هذا الحفل وزهنا الذراري وإن شاء الله ربي يطول في عمره وإن شاء الله تكون مسيرة واحدة أخرى ولقاء واحد آخر إن شاء الله ونزيدوا نفرحوا معاه إن شاء الله في برشان فو إن شاء الله عمو يزيد نحبك بزاف نشكر عمو يزيد على هذا اللقاء ونتمنى له السعادة في حياته نشكر عمو يزيد بزاف بزاف على هذا الحفل ونتمنى أنه يولي لينا